الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعہ مبارک کا درود. جمعہ کے دن یہ درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وسلم. صدق الله العظيم.